أنا فرحانة اليوم كاينة مع سيدات رائعات جدا، كل وحدة وشنو الخدمة ديالها في اليومي، ولكن يعني كتعطي من وقتها واحد ساعتين ثلاثة السوايع في إطار جمعية رياض الأمل. كيوجدوا دي ساندويتش، كيوجدوا يعني الفطور 120 تقريبا ديال الناس اللي في وضعية صعبة واللي كيكونوا يعني في الشارع، الشباب ولا كما كانت. يعني اللي عجبني هو هاد المبادرات الجميلة، زوين أن كدار، وأيضا اللي جميل في هاد المبادرة أنهم كيحاولوا يشوفوا هاد الناس اللي في وضعية صعبة، يلقاو لهم يعني بعض الحلول ويعودوا يدمجوهم في المجتمع بطريقة سليمة. تبارك الله عليهم. كنشكر الأستاذة غزلة النعمان اللي وجهت لي الدعوة وما ترددتش وجيت، وفرحت نشوف هاد النساء فرحانات، وشكرا. كنوجه واحد الشكر خاص لهاد العيالات اللي كيجيو يعاونونا، اللي ماشي معنا في الجمعيه ولكن كيساندونا بطريقه جميله، بحيث كل نهار كيجيو كيجيبوا معاهم لي دونغي، كيجيبوا معاهم كيجيو يعاونونا بيدهم واحد ساعتين، اللي كتطيب اللي كتوجد الساندويتش، اللي كتجمع، اللي كتسلق البيض، كل وحده. شكر خاص للمرجان اللي ساندنا في هذا الشهر ديال رمضان، وواحد الشكر واحد اخر خاصه للجمعيات ديال اينيرويل كازا كاليفورنيا اللي كترأسهم مدام عزيزه بناني، وجمعيه اينيرويل كازا دويان اللي كترأسهم مدام سعاد الحريزي، وجمعيات غوتاري كازا ريميتاج اللي كترأسها السيد علي الشريبي. هاد الناس كلهم كانوا في جنبنا وساندونا ووقفوا معنا وعاونونا بزاف. الشكر خاص اخير للسيده الفنانه الجميله ديالنا لطيفه احرار، اللي اليوم جات وقفت معنا في هذه المبادره وعاونتنا، وكنشكروها بزاف.